السلام عليكم باسم الايادي التي تزرع باسم الايادي التي تصنع باسم الايادي الغارقه في الطين وتلك التي تنحت الصخور باسم ايادي الامهات ربات البيوت العاملات بلا اجور باسم كل عامل وعامله في اليمن الذي يحوي تراثه الحضاري ميراثا يقدر العمال ولا يسحق اعتبارهم باسم الارض اليمنيه والعمال اليمنيين في الداخل والخارج في يوم عيدهم يحيي المساء اليمنى هذا اليوم في بلد عماله يعدون سنوات الضياع منذ الانقلاب والاجتياح بلا عمل وبلا حياة. العمال في الداخل بين سندان الانقلاب ومطرقة الحرب الداخلية والخارجية والعمال خارج اليمن ليسوا أحسن حالا من عمال الداخل، خصوصا العمالة اليمنية في السعودية التي عملت الرياض على تحويلهم من عمال إلى محاربين بعد ترحيلهم بحسب صحيفة الإندبندت التي تساءلت عن مصير عمال اليمن الذين رحلتهم السعودية. مشاهدينا الكرام، نناقش اليوم حال العمال اليمنيين في عيدهم الذي يصادف الأول من مايو، ونتساءل ماذا يعني عيد العمال في اليمن؟ وهم بين الحرب والفقر والبطالة عاطلون عن العمل عاطلون عن الحياة ماذا عن اتساع رقعة الفقر والبطالة لدى هذه الشريحة الكبيرة في اليمن وبخاطر غياب فرص العمل سواء لانقطاع الراتب أو الأعمال وكيف يعيش نحو نصف سكان اليمن بلا موارد ولا مصادر دخل؟ أسئلة مؤرقة تكررت خلال أعياد العمال في السنوات الثلاث السابقة تقرير يتحدث عن عمال اليمن في هذا اليوم نشاهده ونعود لبدء الحلقه عندما كان لليمنيين وطن ودوله كان للعمال يوم وذكرى في الاول من مايو يقولون عنه انه يوم للنضال ويقولون عنه انه يوم عيد للشريحه الاكثر انتاجا في مجتمع تعطلت فيه اليه الانتاج والاته وبات التوقف هو الحاضر الوحيد في بلد يحوي ارثه الحضاري على مضامين تقدس العمل والعمال تأتي ذكرى عيد العمال في اليمن بينما يعيش ملايين اليمنيين تحت خط البطالة والمجاعة منذ الانقلاب والاجتياح، حينما تم إطلاق النار على حياة اليمنيين ويومياتهم الاعتيادية وتحويل جزء من الكتلة السكانية إلى مخزن احتياطي للقتلة. وفقًا لتقارير اتحاد عمال اليمن، فقد حافظ العمال على مهنهم من الانهيار خلال الحرب خصوصا أصحاب الأعمال اليدوية الحرفية الذين دخلوا في بطالة جزئية جراء ضعف القوة الشرائية للأسرة اليمنية وانعدام السيولة بسبب انحسار مداخل الدولة من العملة الصعبة تقارير البنك الدولي هي الأخرى أكدت أن البطالة ارتفعت إلى 60% وسط الشباب مع ارتفاع الفقر إلى 54.5% من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، وخصوصاً في ظل انقطاع الرواتب والتحاق أكثر من مليون شخص في القطاع المدني والعسكري في صفوف البطالة. وبحسب تقارير صحفية فقد دفعت الحرب مئات الشركات من القطاع الخاص إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها وعمالها، فيما أكد تقرير للأمم المتحدة أن النزاع في اليمن أدى إلى تدهور الاقتصاد بشكل حاد، وتسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، وأن واحدة من كل أربع شركات أغلقت في البلاد بينما تدهورت القدرة الشرائية للسكان. مأساة العمال اليمنيين في عيدهم تشكل حضورا بالغا في قلب المأساة اليمنيه كإحدى نتائج الانقلاب والاجتياح. حينما دكت عربة الديناميت الحوثية المرافق الحيوية لليمنيين في الدولة والمجتمع، وضاعفت عدد الموتى والعاطلين عن العمل، العاطلين عن الامل، العاطلين عن الحياة. ينضم معنا مشاهدينا الكرام عبر الاقمار الاصطناعية من مأرب حسن الشبواني مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمأرب، وسينضم معه اخرون ايضا في هذه الحلقة. مساء الخير استاذ حسن. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلاً نتحدث أستاذ حسن عن ثلاثة أعوام من الحرب. ما الذي خلفته من آثار على العمالة اليمنية؟ في البداية أطيب لنا أن تهز هذه الفرصة من على شاشتكم الموقرة نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى السواعد السمراء التي. ما فتأت تبني الاوطان في كل مكان في يوم عيدهم العالمي والأول من مايو حقيقه بالنسبه لسؤالكم اثار الحرب كارثيه على كل المستويات لكنها في حق العمال اكثر وابشع بحكم ان هذه الشريحه يعني وخاصه في يمننا العزيز كبيره جدا وتمثل يعني نسبه عاليه من السكان، وبالتالي كانت الاثار اثار الحرب على هذه الشريحه كبيره جدا، فقد الكثير فرص كثير من العمال اعمالهم، وفقدت كثير من العوائل مداخلها التي تدرها عليهم اعمالهم التي يمارسونها. كانت هناك اثار يعني حقيقه كارثيه وكبيره يعني. على هذه الشريحه نتيجه انقلاب الميليشيا الحوثيه على على الدوله اليمنيه يعني. اذا شكلت مارب قبله للهاربين من لظى الحرب ومحارق الميليشيا ايضا وكانت ملاذا للكثير من الناس ومنهم العمال الذي ربما وجدوا فيها فرصه اخرى للحياه وللعمل، كيف هي مارب الان مع وضع العماله فيها؟ بفضل الله عز وجل كانت مارب ملاذا امنا لكثير من الـ من الـ النازحين ومنهم شريحه العمال. استقبلت مارب عشرات الالاف من من العمال، وهناك بفضل الله عز وجل حركه تنمويه واستثماريه كبيره في محافظه مارب. كانت لهذه الحركه الفضل في تشغيل كثير من الايدي العامله سواء المحليه من ابناء محافظه مارب او الناجحة هناك حراك تنموي واستثماري كبير والسلطة المحلية في محافظة مارب لا تألو جهدا في تذليل كافة الصعاب وتقديم كل التسهيلات سواء للمستثمرين أو لأيد العاملة التي ترقب في العمل حقيقة من كان يعرف مارب في السنوات الماضية والفترات القليلة الماضية يلاحظ التغير الكبير والكبير جدا في التوسع من حيث التوسع العمراني وكثرة الحركة التجارية وازدياد فرص العمل والكثافة السكانية كان لهذا الكثافة السكانية دور في إيجاء يعني دور كبير في إثراء الحركة التجارية وكثرتها والتوسع العمراني ومأرب الآن تضم ملايين يعني من أبناء اليمن قصدوها للعمل وقصدوها يعني هربا من بطش الميليشيات الاجراميه الحوثيه نعم اذا لو تحدثنا استاذ حسن يعني عن كيفيه معيش يعني اكثر من نصف سكان اليمن بحسب التقارير الدوليه يعدون بلا موارد بلا مصادر دخل بلا رواتب بلا اي شيء يعينهم على الحياه كيف يستطيعون الاستمرار حقيقه ما ما تم رفع من تقارير دوليه وتقارير او ايضا محليه وما نسمعه كثيرا هناك يعني حقيقه اجرام في حق الشعب اليمني مارست هذه الميليشيات هناك كثير من ابناء الشعب اليمني ان تجاوزوا يعني تقريبا 50% تحت خط الفقر ملايين او مئات الالاف فقدوا اعمالهم مورست ضد الشعب اليمني اقصى انواع الارهاب النفسي وكل انواع الارهاب من هذه العصابه المارقه فقد الكثير كما ذكرنا اعمالهم هناك وضع ماساوي شديد يتطلب تدخل عاجل ونشكر يعني دول التحالف العربي وكما نشكر كل المنظمات الدوليه التي تعمل جاهده من اجل تخفيف الام الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبه والاستثنائيه الشعب اليمني في هذه في هذه الظروف يحتاج الى وقوف ابناء الشعب اليمني اولا صفا واحدا جنبا الى جنب الى جانب قيادتهم الشرعيه وجنبا الى جنب مع اخوانهم الذين يريدون لهم الخير ان شاء الله تعالى كما ندعو من خلال شاشتكم الى تكاتف أبناء الشعب اليمني في ظل هذه الملمات الصعبة نعم ربما يعني لم يعد يبقي العمال أو بقية المواطنين إلا هذا التكاتف الذي تحدثت عنه أستاذ حسن يعني أود أن أسأل ما الذي قدمه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب خلال سنوات الحرب الثلاث بفضل الله عز وجل قام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أيضا إلى جانب قيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء سلطان بن علي العراده وك يعني بالكثير يعني في جانب تسهيل مهام المنظمات المحلية والعربية والدولية التي قدمت إلى محافظة مأرب سواء ما يتعلق منها في الجانب الإغاثي، الجانب أيضا في الجوانب الصحية، في الجوانب التوعوية عمل المكتب كعضو فاعل في لجنة الإغاثة في المحافظة في تقديم البيانات المطلوبة وتوضيح الخارطة الاحتياج في المحافظة استطعنا بفضل الله عز وجل بعمل دؤوب وكثير أن يعني من تشكيل وتأسيس الكثير من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات التي تعنى بشؤون النازحين وتسعى إلى استيعاب احتياجاتهم وتشكل في هذا الصدد يعني الكثير من الجمعيات من حدود 37 جمعية خلال العامين أو الثلاثة الأعوام المنصرمة أيضا 30 مؤسسة يعني الغالبية تشتغل في الجانب الإغاثي كما تم تكوين أو تأسيس سبعة ائتلافات لكل المحافظات من كل أبناء المحافظات النازعة في النازحة في محافظة مأرب يعني هناك حراك مدني كبير انصب في مجمله لتقديم العون والاغاثه لهؤلاء النازحين الذين تجاوزوا يعني 2 مليون نازح في محافظه مأرب. نعم لكن استاذ حسن يعني ربما قبل الحرب كانت تعاني وزاره الشؤون والاجتماعيه التضخم في الجمعيات والمنظمات ايضا ربما كانت تصل حسب ما اتذكر الى 4000 منظمة وجمعية غير عاملة أو غير فاعلة فعليا على أرض الواقع الآن بزيادة هذه المنظمات وأسماءها وخصوصا أن هناك يعني نسمع عن منظمات تستغل ظروف الحرب لتنشا يعني كثير من المنظمات تنشا اثناء الحرب لاستغلال حاجه الناس يعني ما مدى اشرافكم على عمل وسير هذه المنظمات حقيقة نحن حريصين في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ان لا نؤسس او نصرح لاي جمعية او مؤسسة او منظمة الا ان تكون لديها فاعلية في الميدان ونراقب ذلك من خلال النزول الميداني المستمر والتواصل من خلال التقارير الدولية التي نتلقاها من هذه المنظمات حقيقة يعني بالنسبة ما يتعلق بالجمعيات التي لا نشاط لها ولا يعني فاعلية لها فقد قام المكتب يعني بحركه تصحيحيه خلال العام هذا العام والعام الذي سبقه يعني وشطب العديد من المنظمات تجاوزت الستين مؤسسه وجمعيه غير فاعله انا اتكلم هنا عن ما هو بمستوى محافظه مأرب نعم عندما نتحدث عن تضخم هذا الحاصل يعني 4000 جمعيه هو على مستوى الجمهوريه انا اتحدث هنا عن ما هو موجود في سجلات مكتب الشؤون الاجتماعيه والعمل في محافظه مأرب سعينا جاهدين من من اجل ان نصحح وضع الجمعيات الغير فاعله والمؤسسات وكذلك يعني الرقابه الدوريه عليها وتشكيل لجان المسح الميداني وان شاء الله تعالى هناك نتائج مبشره ومنظمات المجتمع المدني في مارب يعني لديها احساس كبير بالواجب ان شاء الله تعالى وهي متفاعله مع السلطه المحليه في تقديم العون لابناء المجتمع المحلي. نعم اذا استاذ حسن يعني الازمه الجديده التي خلقتها التعديلات التي ادخلت على نظام العمل السعودي يعني وادت الى ترحيل مئات آه الالاف من العمال هل آه كان تاثيرهم آه كبير على مارب حقيقه الى الان باعتبار ان محافظه مارب يعني ممر يعني آه الوحيد ربما بسبب ظروف الحرب آه ازداد عدد طلبات العمالة سواء من أكثر ما أتى إلى محافظة نارب هو من المحافظات التي ترجح تحت نير سلطات الإنقلاب إلى الآن لم نلاحظ يعني من الأخوة المغتربين يعني الكثير الكثير الذين أتوا إلى المحافظة وإن كان هناك من يعني أتوا يعني من قرض الاستثمار بحكم مداخلهم التي يعني مرتفعة نوعا ما فتحوا كثير من الاستثمارات هناك نلاحظ حركه كثيره في الجانب السياحي في الجانب التجاري يعني يعود الفضل لذلك للاخوه المغتربين وايضا الاخوه النازحين اصحاب رؤوس الاموال الكبيره نعم برايك لا توجد حلول الان خصوصا ان هناك من يتحدث عن التنميه الاقتصاديه يعني ولو في ظل الحرب من خلال المشاريع الصغيره التي تعين الناس يعني عوضا عن برامج الاغاثه ان تفتح لهم مشاريع صغيره تمكنهم من الاعتماد على انفسهم وتحسين مصادر دخلهم يعني لا يوجد لدى الحكومات اي الحكومه اي توجه بهذا الصدد؟ نحن نطالب من هذا المنبر الحكومه الشرعيه بتبني الكثير من هذه المشاريع كما اسلفت هي مشاريع جدا مهمه لادرار الدخل وتوفير فرص عمل للاسر الفقيره كما نناشد المنظمات الدوليه المعنيه والصناديق ايضا سواء الصندوق الاجتماعي للتنميه وكل الصناديق المعنيه في هذا الجانب ان تمول مثل هذه المشاريع على احتياج كبير في محافظه مارب حركه النزوح كبيره جدا ايضا لا ننسى يعني ان معظم هناك كان يعني الفقر كان كثير في محافظه مارب قبل وقوع الاحداث نتيجه ما. للتهميش المتعمد الذي كانت يعني يتقصد بها محافظه مارب كان هناك يعني شبه تهميش المحافظه بنيتها التحتيه والمؤسسيه في هذا الجانب ضعيفه وضئيله جدا الاحتياج الان اصبح كبيرا بحكم موجه النزوح الكبيره نناشد الحكومه الشرعيه وكل الجهات المعنيه المحليه والعربيه والدوليه ان تمد يد العون للحكومه اليمنيه والابناء اليمن في هذا الجانب لانه جانب مهم جدا يعني نعم اذا برايك يعني بهذه المناشده التي وجهتها ما الذي يجب على الحكومه يعني اتخاذها تجاه هذا الملف خاصه مساله العائدين من السعوديه مساله الذين سرحوا من وظائفهم مساله الذين دمرت اعمالهم بسبب الحرب الحكومة الشرعية يعني مطالبة حقيقة بأن تتحول في هذه الظروف إلى خلية نحل يعني استيعاب وانت تجد يعني خطط كثيره لاستيعاب العماله الناجحه العماله القادمه من 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 ان تكون لديها خطه استيعابيه مثل هذه العماله يعني وان تعمل جاهده من من اجل ايجاد فرص العمل وتشغيل هذه الايادي في الاراضي اليمنيه بما يعود بالنفع عليهم وعلى شعبهم وعلى اليمن بشكل عام نعم برأيك أنت يعني كونك في هذا المجال أستاذ حسن هل تجد أنه فعلا لابد أن تبدأ الحكومة بعمل التنمية الاقتصادية ولو في ظل الحرب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هؤلاء العمال الذين سرحوا أو الذين فقدوا وظائفهم وأعمالهم أم أنه لابد أن تنتهي الحرب تماما حتى نبدأ بتنمية؟ حقيقة مطلب إيقاف الحرب هو مطلب كبير يعني يعني يطلبه كل أبناء الشعب اليمني ولكن لن يأتي إيقاف هذا الحرب إلا بعد انتصار الشرعية وعودة هذه الميليشيات إلى جادة الصواب وأن تنتصر الشرعية يعني حقيقة وهذا أيضا يتطلب جهود كبيرة حقيقة وعلى الحكومة الشرعية كما بالنسبة لموضوع سؤالك يعني أن تجد الخطط والبرامج التي من شأنها استيعاب العمالة سواء في ظروف الحرب أو ظروف الاستقرار بحكم أن الحاجة إلى إعالة الأسر والحاجة إلى تشغيل الأيادي يكون في ظروف الحرب أكبر وأوسع يعني فلا بد أن يكون لدى الحكومة الشرعية الخطط الناجعة والخطط التي المرنة التي لديها القدرة على استيعاب كافة التغيرات التي تحصل في اليمن نعم إذا شكرا جزيلا لك أستاذ حسن شبواني مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمأرب كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك وننتقل أيضا عبر الأقمار الاصطناعية إلى عدن مع الأستاذ علي عاطف وكيل وزارة الصناعة والتجارة مساء الخير أستاذ علي مساء النور استاذ علي هل تسمعني؟ نعم اسمعك. نعم اذا برايك ما هو تاثير توقف القطاع الاقتصادي على التنميه والدخل لليد العامله؟ أتمنى عليك ان ترفع صوتك قليلا. احييك واحيي الساده المشاهدين واغتنمها فرصه لتقديم تبريكات لعمال العالم وبالاخص عمال اليمن الكادحين الذين يحاولون اطعام اسرهم واولادهم من من الرزق الحلال في ضوء او في الهامش المتاح للعمل. طبعا لا يخفى على احد مدى التاثير الذي وصلت الذي تركته هذه الحرب الظالمه التي يقوم بها هؤلاء العبثيون الانقلابيون وطبعا يعني من خلال قناتكم نشد على ايدي المقاومه في الداخل ونحيي قيادتنا السياسيه التي لا تالو جهد في سبيل الخلاص من هذا المازق الذي نحن فيه واستعاده الدوله يعني لفرض سيطرتها وايضا القيام بواجباتها على اكمل وجه كما تعلمون هي حرب حرب لا 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 تترك ولا تذر يعني ف كل كل التبعات التي التي ستلحق بالبلد يعني ستستمر في 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 يعني فرض نفسها على المواطن وعلى معاناته في هذه الحياه يعني. نعم، اذا يعني هل لديكم اي احصائيات عما تسببته الحرب من بطاله؟ يعني الأمر لا يحتاج إلى حتى وضع أو ذكر رقم معين كون كما تعلمون الكثافة السكانية أو التركز الديموغرافي هو في المناطق التي لا زالت هذه الميليشيات العابثة الانقلابية تسيطر عليها وبالتالي الناس لا يجدون لا يجدون يعني ما ما يقتاتون به او ما يسدون به رمق اسرهم فالوضع الوضع سيء الى ابعد حد لكن الدوله يعني تتوخى ان 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 تجد الظروف الملائمه التي تصنعها هي الدوله حقيقه في سبيل استعاده الاوضاع ولملمه اشلاء الوطن الذي تم تقطيعه وتم العبث به من خلال من, من خلال هذه الحرب ال العبثيه التي يقوم بها هؤلاء الانقلابيون الاعداد كبيره ومهوله والاعداد بالملايين ليست اعداد ثابته بل متحوله دائما كل كل يوم نرى 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 المزيد من السوء في هذه في تلك المناطق التي تخضع لسيطره الانقلابيين ونرى ايضا وهذا شيء ملموس يعني يعني التداوي ولملمه الاشلاء وبدات تستعيد الناس عافيتها في المناطق المحرره يعني بالذات وكما يعلم الكل في المناطق المحرره موظفي الدوله يستلمون رواتبهم بشكل منتظم الى حد كبير لكن باذن الله تعالى يعني بدات الامور تتسارع في التحسن وانا اتكلم هنا عن العاصمه المؤقته عدن عاصمه بدات بدات يعني تتوافد اليها بعض رجالات الاعمال ورؤوس الاموال التي اذا 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 جرت عجله العمل وتسارعت وتيره ان شاء الله يعني تحقق جزء يعني كويس ومعقول من استيعاب العماله الوافده من المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون عدن تقبل او يعني تتسع للجميع وعدن حقيقة يعني تكتظ بالعمالة القادمة من المحافظات التي تحت سيطرة هؤلاء الانقلابيين وهنا هنا سننتظر سننتظر حتى بعد استعادة الدولة ستكون معاناة كبيرة وشعبنا صابر وشعبنا يدري انه امام مفترق طرق لا خيار الا استعادة دولة واستعادة وطنه الذي نهب من هؤلاء المدعومين من من ايران حقيقة يعني ف ماذا عسانا أن نقول إلا إن شاء الله تعالى أن الدولة تطلع بدورها كما لاحظتم من خلال جولات دولة رئيس الوزراء ومعه طاقم الحكومة كامل من أنا أقصد الصف الأول من القيادين الوزراء يتنقلون بين المحافظات المحررة ل يعني استعادت دور الحكومه وفرض سيطرتها نعم. والقيام بواجباتها سنتحدث عن دور الحكومه في خاصه في مجال يعني العمال وما الذي تم تقديمه له تنميه الاقتصاد وفتح المشاريع الصغيره ولكن اسمح لي قبل ذلك يعني اتساءل عن هناك العديد من المصانع في القطاع الخاص ربما توقفت او اضطرت الى ترحيل الكثير من العمال ما تاثير ذلك على مستوى دخل الفرد والاسره اليمنيه ايضا استاذ علي. الأثر الأثر كبير والحرب تستنزف الموارد، الموارد, الموارد الاقتصاد الفردي أنا أقصد الذي في النهاية هو عبارة عن مجموع متكامل ف يعني الآن الأوضاع إلى حد ما يعني بدأت الأمور تستعيد وهنا من خلال قناتكم الواسعة الانتشار نطالب يعني الإخوان في التحالف العربي بتسريع في اجراءات سير دخول البواخر الى ميناء عدن، السفن نعم. التجاريه عندما تتاخر كثيرا ينعكس هذا طبعا عبء اضافي كبير على السلعه من خلال ازدياد ازدياد الطلب عليه كلفه النقل البحريه، نعم. اكرر هذا الكلام يعني واكرر هذه المناداه نعم خاصة أستاذ علي وأن هذه البواخر لا تحمل فقط بضائع تجار الكبار ولكن أيضا هناك تجار مشاريع صغيرة يعتمدون على نقل بعض البضائع عبر هذه البواخر وبالتالي تتعطل الكثير من أعمالهم ووعودهم للناس أود أيضا يعني أن نتحدث عن تصريح محمد الحوثي الذي قال فيه مرحبا بالعمال العائدين من المملكة العربية السعودية في وطنهم أن وظيفتهم محفوظة ألا وهي الدفاع عن الأمة من قواعدها قواعدنا العسكرية. هل تعتقد أن هناك من العمال من تدفع ظروفه المعيشية للذهب؟ هذا الرجل المعتوه دعوة هذا المغامر الذي <applause> الذي تسبب أو هو من ضمن من تسببوا بالعبث القائم في البلد وبالمآل الذي آلت إليه البلد. يعني ما ما ماذا عسى أن نقابله إلا بال يعني السخرية كيف, أه كيف لكن لكن اسمح لي استاذ علي ربما نحن يعني. نقابل هذا هذا الحديث بالسخريه ولكن على ارض الواقع هناك عمال فقدوا اعمالهم رُحلوا من السعوديه تحت ضغوط شديده بعضهم يعني اخذت اموالهم الذي يعني شق عليها غربته لعشرات السنين الا تتوقع من مثل هؤلاء التوجه لجبهه الحرب مع هذه الجماعه؟ هذه هذه آه يعني توقعات واردة لكن لا أعتقد أن اليمنيين الذين تسبب هذا العابث هو ورفاقه من ميليشيات الانقلاب والعبث أنهم يتلقوا أيضا بجدية دعوته ما عساه أن يعطي فاقد الشيء لا يعطيه هذا الرجل هو وجماعته الانقلابيه يغامرون يسحبون مقدرات الدوله التي استولوا عليها في صنعاء العاصمه وبقيه المحافظات هم مسيطرين على التجاره للسلع الاساسيه هم واعوانهم فلا لا اعتقد انهم يستطيعون تقديم اي فرص للعمل نحن في الـ في الـ يعني نشهد الرمق الاخير لهذه الميليشيات التي يجب الاستمرار وبنفس قوي ومتسارع لانهاء سيطرتهم وهيمنتهم يعني أما يعني بالنسبه للعمال او العائدين اذا كنت انت تعني هذا الشان فهو شيء لا 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 ارى الا انه شان السياده يخص الدول التي تتخذ قرارات كهذه ولا وفي النهايه في النهايه انا ارى الجانب المضيء منه الا وهو عوده الناس للاقتناع بمشاركه في عمليه اعاده بناء البلد الاوطان لا تبنى الا بابنائها وليس فقط بالنقود يعني نتمنى نتمنى ايضا ان ان يأخذ هذه الامور بعين الاعتبار بالنسبه لمن يتخذ قرارات كهذه خاصه وانهم يعني دول التحالف مع الشرعيه هم من يخوضون هذه الحرب لاستعاده الدوله التي نهبت او التي سلبت في بدعم ايراني واضح فاضح فما ماذا عسى ماذا عسى ان نتوخى الا ان نزداد جلدا وعزما في سبيل استعاده دولتنا لا خيار اخر على الاطلاق لا. اما ان نستعيد الدوله او الخيار الاخر ايضا ان نستعيد الدوله نعم ابقى معنا استاذ علي عطفي ينضم معنا ايضا عبر الاقمار الاصطناعيه الاستاذ عبدو علي مدير الشؤون الاجتماعيه والعمل بتعز مساء الخير استاذ عبدو اهلا وسهلا بقناه بلقيس الفضائيه ويشرفني ان اكون معكم الليله في هذه المناسبه العظيمه عيد العمال العالمي وبهذه المناسبه ارفع ايه واسمع التهاني والتبريكات للقياده السياسيه ممثله بالمشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه والى حكومه الدكتور احمد عبيد بن دغر والى قياده الوزاره ممثله بالدكتوره ابتهاج الكمال والى قياده السلطه المحليه بمحافظه تعز ممثلة الدكتور امين احمد محمود نعم اذا استاذ عبدو يعني بدايه عمال اليمن ما بين الحرب والنزوح والبطاله واقع مؤسف للاسف شديد نعم لكن تعز هي الاعلى كثافه سكانيه والاعلى في عدد اليد العامله والان هي الاعلى في البطاله، كيف يعني يتعامل المواطن جراء هذه المشكله؟ تسمعني؟ حقيقة ان الكثير من الشركات والمصانع الموجوده تعرضت للدمار والى القصف العشوائي. صحيح. وإلى التوقف التام أو الشبه التام في المدينة ولم يبقى إلا البنية التي موجودة في مناطق الغير محررة وهي تتبع الشركات المرحوم هاي سعيد أنعم أما الشركات والمصانع الموجودة في المناطق المحررة تعتبر كلها منتهيه وتوقف العمل فيها نهائيا نعم. إذا أعود إليك أستاذ علي، أستاذ علي يعني لو تحدثنا عن المشاريع الصغيرة ودعمها أيضا من قبل الحكومة، كيف يمكن أن تؤثر تأثيرا إيجابيا على تخفيف أو تقليص الضغط الحاصل على يعني بطالة الفرد، يعني خاصة في المناطق المحررة عدن وتعز التي تشكو الكثير من البطالة خاصة بتضرر العديد من الشركات والمصانع جراء الحرب في اطار التنميه الاقتصاديه الذي يطالب بها اليوم المشاريع الصغيره يعني حالها حال بقيه القطاعات التي تضررت من هذه الحرب والتي تحاول الدوله انا انا لا, لا 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 يمكن احد ان ينكر الجهود الجباره التي تحاول الدوله من خلالها استعاده دورها و يعني المساعده او 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 بذل بذل ما يمكن بذله في ظل شحه الامكانيات الميزانيه التي تسير بها الدوله هي عباره عن ميزانيه تشغيليه ايضا الى الان الصادرات من الغاز والنفط لما 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 تبدا في في العمل بشكل يعني سلس وكما هو معتاد يعني من كل في كل في كل الاحوال يعني تظل 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 هناك محاولات لا يمكن انكارها ولا يمكن اخفائها وهنا نشير ايضا انا اكرر الاشاره الى الجوله التي تقوم بها الحكومه برئاسة دولة دكتور بن دور رئيس مجلس الوزراء ومعه معه أعضاء مجلس الوزراء من الوزراء أغلب الحكومة موجودين إلا من بقي معه هو ارتباطات عمل تستدعي عدم وجوده الأوضاع في طريقها الى التحسن عدن تستوعب الكثيرين من ابناء اليمن الذين يفرون بانفسهم من المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات الانقلابيه العبثيه حالها حال مارب ايضا تعز في طريقها الى التعافي والى لملمه يعني تضميد جراحها وسيتم التركيز على تعز تعز الكثافه السكانيه تعز ايضا محافظه ذات كثافه سكانيه كبيره اب انا اقصد هنا المشروع الفدرالي الذي كلنا يعني انا انا اقصد انه المشروع الذي يقود دفه الوصول اليه فخامه الرئيس عبد ربه منصور هادي باذن الله تعالى لن 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 يوقف لن يوقف اليمنيين احد عن تحقيق احلامهم وعن استعاده عافيتهم وبناء بناء وطنهم من جديد كل شيء هدم الحرب ذات ثمن باهظ لا يمكن يعني التغافل عن حجم هذا الثمن الذي دفع بالنسبه للمنشآت الصغيره ايضا أنا أقول أن حالها هو حال أيضا بقية رؤوس الأموال إذا لم تتوفر البيئة والمناخ المناسبين لاستئناف لا نشاطها فلا العبء كله يستمر على على الدولة، الدولة هي هي من تتحمل العبء الأكثر ويعني في, في 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 تقديم ما يمكن تقديمه لهذا المواطن لاستمرار الحياة حتى استعادة الدولة كاملة وقيام اليمن الاتحاد المنشود نعم نأمل ذلك بالتأكيد أستاذ علي شكرا جزيلا لك علي عاطف وكيف وزارة الصناعة والتجارة كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن عودة إليك أستاذ عبدو أستاذ عبدو تحدث الأستاذ علي عن كون تعز هي يعني الكثافه السكانيه عدد ايادي عامله اكبر بدات بالتعافي وخاصه بعد استلام الدوله الكثير من يعني مؤسساتها وبسيطرتها عليها يعني ما هي الخطه لدى لديكم ولدى الحكومه بشكل عام لإنشاء مشاريع صغيره على الأقل لتعويض هؤلاء العمال الذين خسروا أعمالهم ووظائفهم، يعني اعتقد انه يعني أن يؤطر العمل فقط بعمل إغاثي للأسر امر غير مقبول خاصة في إطار التنميه الاقتصاديه التي يعني تهدف الى إنشاء مشاريع صغيره تخرج الفرد من حالة العوز التي يمر بها. شكرا جزيلا طبعا محاضرة تعز وفي ظل وجود الدكتور أمين أحمد محمود بدأت بالتعافي وتطوير الحياة المعيشية للسكان وعودة المؤسسات الحكومية والعسكرية لأصحابها وإن شاء الله سنشهد مشاريع واعدة جديدة تسهم في عمليات التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه في المحافظه ولن يقتصر دورنا في عمليات الاغاثات وانما هناك منظمات مجتمع مدني قد ساهمت ولعبت دورا كبيرا في منح مشاريع التمكين للعديد من الاسر العاطله فعمليه التنميه هناك شركاء ليست على الدوله فقط او الحكومه وانما شركاء من منظمات المجتمع المدني وكذلك القطاع الصناعي سيسهم بدور هذه المشاريع واقامتها في المحافظه لكي تستوعب العديد من العاطلين ومن اجل التنميه الاقتصاديه في المحافظه نعم استاذ علي يعني ربما بالاستماع لاحاديثكم يظن الشخص ان الحياه ممهدة بالنسبة للعمال وأن الأوضاع تسير إلى يعني الأفضل لكن الواقع بصراحة كل عام ونحن ننصدم بواقع أكثر سوءا بإحصائيات أعلى في نسب البطالة وفي نسب تدهور الأجور وفي نسب أيضا تسريح العمال لا نتذكر هؤلاء العمال إلا في هذا العيد لنحتفي بهم في حفل خطابي وفني وتكريم رموز من كل يعني وظيفة باعتبار أنها تمثل بقية الشرائح ثم لا شيء لما لا يكون هذا العيد خطوة حقيقية لتحسين قانون العمل لتحسين الأجور لتحسين في كل عام يعني يكون هناك هدف معين لتحسين واقع العمال نحن في مكتب الشؤون الاجتماعي والعمل نحاول أننا نمتص كل هذه الإشكالات القائمة من النزاعات ما بين العمال وأصحاب العمل لا. ونقوم بعمل حلول فورية وفقا لقانون العمل رقم خمسة لسنة 1990 وتعديلاته وطبعا إحنا متفائلون طالما أن هناك قيادة سياسية فعالة لديها العطاء الكامل والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية وبالعمال ستنفذ إن شاء الله ونحن موعودون من قبل الأخ محافظ المحافظة بإعادة الخدمات للمواطنين وبإقامة العديد من المشاريع التي سيستفيد منها سواء من قوة العمل أو المواطن بشكل عام لا. هل من مهامكم ايضا توعيه العامل بحقوقه بالمواد التي تنص على الاجور وحق الشكوى والجهات التي يجب عليه ان يذهب اليها في حال تعرض لغبن ما يعني طالما انتم من تقومون بحل النزاعات حسب قانون العمال نحن طبعا نقوم بسواء من خلال المكتب او من قبل اللجنه التحكيميه العماليه بحل مثل هذه القضايا سواء عن طريق الحلول الوديه او بإصدار قرارات من قبل اللجنه التحكيميه تقضي بضمان وتسليم كافه حقوق العمال المكفوله في القانون. نعم اذا يعني نعلم ان العمال سابقا استاذ عبدو يعني كان وضعهم سيء ما قبل الحرب الاجور متدنيه هناك نسبه يعني من البطاله بعد الحرب طبعا زاد الامر سوءا يعني هل من اجراءات معينه تقييم هذا الوضع المتدهور خاصه في مساله الاجور الذي نص قانون يعني العمل في الماده 55 منها ان يعني لا يقل الاجر عن 20000 ريال في ذلك الوقت يعني انت تحدثني عن 95 يعني ربما هناك من يتجاوز هذا القانون وهناك من لا يعمل به اساسا. حقيقة اننا قمنا بعمل نقابات عمواليه في كل مصانع وشركات القطاع الخاص والقطاع العام في المحافظه. في عام 2011 و2012 وهذه النقابات تتبنى القضايا المتعلقة بالعمالة الموجودة في المحافظة أو داخل الشركات بعملية التفاوض مع أصحاب العمل وكذلك مع الدولة بخلق أو بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمال وأصحاب العمل وكان هناك مسودة وضعت من قبل النقابات هذه لتطرح لدى الحكومة وستناقش كانت لدى مجلس النواب ولكن الحرب ونشوب الحرب أو أدى إلى تأخير هذا الجانب نعم إذا يعني هل يأتي لكم بالقريب العاجل عندما تستقر الأوضاع سيتم النظر فيها من قبل الحكومه ومجلس النواب. نعم في دقيقه استاذ عبدو برايك الى اين تتجه ازمه البطاله التي تجتاح اليمن جراء الحرب وما رافقها من ازمه اقتصاديه وانخفاض معدل الشراء ايضا وازمات اخرى متلاحقه ومتعدده الاسباب. نحن كيمنيين دائما متعودين ان نتحمل الاوضاع مهما كانت سيئه وعندنا استعداد للصمود ومن اجل بقاء من التنميه في ان تقوم بدورها في خدمه المواطنين وقيام المشاريع احنا على استعداد ان نضحي من اجل اليمن ومن اجل تعز من اجل عاده وتطبيع الحياة للمواطنين وعودة الأمن والاستقرار للمدينة وإن شاء الله سننجح في ظل القيادة الحكيمة نعم إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد علي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية الشكل الضيوفي أيضا الذين كانوا معي عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ حسن شبواني مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب والأستاذ علي عاطف وكيل وزارة الصناعة والتجارة أيضا من عدن كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم الى ان نلتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعايه الله وامنه